معكم سفيان ديت مراكش، قصريات الصفاء المسيرة والأحباس. اختصاصنا هو بيع الذهب 18 كارا كسائر ذهبية، وتنديروا التوصيل لجميع مدن المغرب. مرحبا بكم، ألف مرحبا الأخوات، لايف جديد وأسئلة جديدة كما تنعودكم ديما. اليوم الأخوات إن شاء الله غاد اللايف غادي يكون ممتع بالميزات بأثمنة رائعة كما تنعودكم ديما. غادي يكون لايف مختلف على اللايفات الأخوات إن شاء الله، إلا بارطاجيونا لو ماكسيموم باش يطلع أكثر فأكثر الأخوات هذا اللايف هذا. حاول نخليكم الرقم ديالي اللي هو 06 66 52 59 91. 06 66 52 59 91. الأخوات اللي بغى أي حاجة يتواصل مع الأخت مريم في الواتساب ويدير سكرين وصيفط نمرة التليفون ديالو والسمية والكنية ورقم رقم التليفون والعنوان كامل باش اخوات نصيفطو لكم على طريق امانه. مرحبا بكم، الف مرحبا الاخوات، لايف جديد واسئله جديده لميزه الاخوات ان شاء الله اللي غيكونوا رائعين. غتكون حاضره معنا لمضمه الاخوات الحب اللي تيبغى كل واحد مضمه في العميزه. هذه الاخوات عميزه، واش معميزه هذه مضمه، وكاين عندنا مضمه بالمجدود اللي غادي يكونوا حاضرين معنا في هذا اللايف هذا ان شاء الله. تكونوا من الناس اللي غادي يكونوا ان شاء الله في هذه العميزه الاخوات. كاينه هذه المضمه هذه وكاينه هذه، كاينه هذو جوج مضمات في العميزه ان شاء الله. اخوات ندوز لكم بهم اللايف باثمنه غزاله واثمنه رائعه. الاخوات بارطاجيو اللايف للماكسيموم باش يطلع اكثر فاكثر، باش كلشي يستافد من العروض ديالنا والاثمنه الرائعه. الاخوات نبداو لكم باول عرض اللي هو هذا تاع هاد السلسله هادي 1400 درهم 28000 ريال 140 اورو. هاد الاخوات 140 اورو شي حاجه رائعه وشي حاجه زوينه وشي حاجه ذوقيه كما تشوف معايا الاخوات. واش واضحه الصوره اكثر؟ 140 اورو. بارطاجوا الاخوات والدعم ديالكم باش يطلع اللايف. كاين هاد المضمه هادي في الميزات وكاين هادي تاعي في الميزات، هادو اثمنه غزاله وفيهم اثمنه رائعه. الاخوات البارطاج ديالكم والدعم ديالكم باش كلشي يستافد من هاد العروض الاخوات. 1400 درهم 28000 ريال 140 اورو بالنسبه لهادي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دبليج دكليبرا، واخا اختي كاين معايا، كاين في الميزات كاع عندي دكليبرا الا بغيتي اختي. سعيده مرحبا والف مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله. اخوات اي حاجه بغيتوها اكتبوا لنا، اللهم يسر. شكرا لنا ولكم جميع المسلمين. نبداو لكم باول عرض اللي هي هذه الاخوات. بارطاجيو اللايف باش كلشي يستحق وكلشي يستافد. الاخوات اليوم غادي يكون لايف ممتع بالحضور ديالكم بارطاج ديالكم والدعم ديالكم. الاخوات اي حاجه بغيتوا تشوفوها في اللايف اكتبوها لنا وخليوها في الكومونتير وان شاء الله نوريوها لكم. 1400 درهم اول سلسله، شوف بكلا شحال فيها، شاده جوج صباع تقريبا 28000 ريال 140 اورو. شي حاجه رائعه وشي حاجه زوينه الاخوات، شي حاجه يا سلام. والعرض الثاني الاخوات تاع دكليبرا، شي حاجه اللي زوينه، الثمن ديال دكليبرا هذا الاخوات 370 اورو. 370 اورو 4700 درهم بالنسبه لهذو الاخوات، 4700 درهم الاخوات. شي حاجه غزاله ورائعه، خاتم سامبل. واخا اختي ان شاء الله نوريهم لك. كاينه ميزه الاخوات اليوم رائعين، شي حاجه باقا نقيه وجديده، وغندوز لكم في الميزات باثمنه زوينه. كاين لونسومبل اللي فيه العرض زوين، فيه السلسله والعلاقه والحلقات والخاتم ديالو 370 اورو 3700 درهم 74000 ريال الاخوات. شي حاجه يا سلام. السلسله غارانتي عام، لان الصح والعمل في هذه السلسله هذه لانها متقونه، وتنصح بها كل الاخوات راه مجربينها، اللي خدام عندنا راه مجربها وعارفها. 3700 درهم 370 اورو 74000 ريال، شحال الجرام اخويا؟ اختي دابا 500 درهم اخوات، الذهب في انخفاض دابا 500 درهم الخام اخوات، هادشي اللي داير دابا. وراه تنتمنوا حنا ينخفض، مره طالع مره نخفض مره هذا، حنا معكم في اي لحظه وفي اي وقت وفي اي زمن ان شاء الله باذن الله. الله يطول العمر لنا ولكم جميع المسلمين ان شاء الله. كيطلع كينزل كيهبط حنا معكم وبالاثمنه الرائعه كما تنعودكم. 3700 درهم 74000 ريال 370 اورو بالنسبه لهذا الاخوات، 370 اورو. ونبداو لكم بالعرض تاع الكاري، كاري هذا اونسومبل كاري، شي حاجه معروفه هذا الاخوات. 390 اورو 3900 درهم 4700 درهم عفوا الاخوات، 98000 ريال. فيه الكورميت والسلسله اللي قلت لكم صحيحه، وفيه الخاتم وفيه الحلقات، الثمن ديالو 74 98000 ريال 490 اورو 98000 ريال بالنسبه للاخوات بالريال 4900 درهم. وغزالين هادو تاهما شي حاجه رائعه اخوات. الميزات تبداو من 520 درهم الجرام، يعني الميزات كانت مضمه في الميزات الاخوات ان شاء الله. ندير لكم الثمن ديالها بما كلشي بارطاجينا، وكاينه هادي بالمجدود حتى هي
ثمن مناسب في هذه الجديده، وغندير لكم ثمن ميزات فيها، ثمن رائع الاخوات باش كلشي يستفز منها وكلشي ياخذ اخوات دبرة زينه وخزينه كما تنعودكم ديما الاخوات. يعني نبداو لكم باول عرض، كاين الحلقات اللي تطلبوني على الحلقات بنانه، كاين هادو هما زويونين غافينيتي، هادو شي حاجه زوينه شي حاجه رائعه. شوفوا الخدمه ديالهم كيفاش دايرين، حاجه ذوقيه. السؤال الاخوات بقاو معكم في اللايف، يعني جا واحد المكالمه الى قطعت لنا اللايف اخوات اتصلوا بينا تيكمل اللايف ان شاء الله باذن الله. اي حاجه بغيتوها هي سكرينيوها وان شاء الله صيفطوها لنا في في الواتساب وان شاء الله مريم راه تجاوبكم. السلام عليكم، استعدكم زوينه وتعامل رائع. بالصحه والسلامه اختي، مرحبا بكم الاخوات، نشكركم بزاف على الكومونتير الرائع الاخوات. بشحال ثمن الجرام اخوات؟ قولوا لنا اش مدينه نتوما الاخوات اللي تكتبوا لنا لي كومونتير، وتقداو عندنا مدن اخرى يقولوا لنا اش مدينه باش نعطيهم تحيه وتقدير الاخوات. ديال الاخوات حلقه 3300 درهم، 330 اورو. شوفوا كيفاش دايرين شحال زوونه، 330 اورو 330 اورو 66000 ريال، 3300 درهم. بيت كلاش 6.4 اختي ناديه، كاين اختي عندي كلاش 6.4 غنوري لك، ها هو عندي اكبر دوره هذا خدمته لواحد السيده بغيتيه، كاين ها هو كاين هو الميستيك خدمته دوره كبيره، ها هو اختي ناديه هذا زوون ورائع. انا من مراكش الاخوات، مرحبا الناس مراكش الناس البيجا. هنا الاخوات نتواجدوا في مدينه مراكش قصريه الصفا المسيره واحد الاحباس. اخوات اللي سوات اخت اللي سوات على 6.4 راه كانت الثمن ديالو لي طاي كلهم كاينين الاخوات، والجرام 600 درهم الجرام في الكلاش 11.9 600 درهم، الثمن ديالو 7140 درهم، 7140 درهم الاخوات 600 درهم الجرام. شي حاجه رائعه وشي حاجه صحيحه وشي حاجه متينه. كاين هذا حتى هو ميستيكا لي طاي الاخوات، راه كي قلت لكم راه كاين كاع لي طاي كلهم 5 6 6 ونص 5 ونص، يعني كاع لي طاي كاينين فيهم، يعني اي طاي بغيتيها تاخذيها. بالنسبه لهذا فيه 12 غرام فاصلة 6 600 درهم، 7500 درهم 750 اورو. الاخوات راه بروموسيون عروض باقي مستمره لاخر الشهر ان شاء الله، تكونوا من المحظوظين ان شاء الله تاخذوهم. كاين الكلو كاين الكارتي كاع هادو فيهم 600 درهم الغرام، يعني شي حاجه متقونه وشي حاجه رائعه الاخوات. وكاين معنا حاضر معنا تيفاني 620 درهم الغرام، هما رائعين لي طاي كلهم مختلفين، كاينين كاع لي طاي كلهم. نعطيكم هذا، هذا قياس كبير، خويا بغيت غورميت، غورميت ليد 20 غرام، 20 غرام نشوف لك اختي ان شاء الله. الا كانت شي وحده نوريها لك، كاين شي وحده في ليميزات ان شاء الله نوريها لك. لو بغيتي وحده جديده ما كايناش حاليا 6 سنتيم في هاد الاخوات 12 غرام فاصله 3 620 درهم تيفاني عند رياض دي بيجا الاخوات لايف حصري باثمنه رائعه 760 اورو، 760 اورو 7600 درهم 152000 ريال. شي حاجه غزاله وصحيحه الاخوات باش تعرف يعني الصح والعمل، راه الجرامات يبين لكم، يعني راه فيه 12 غرام فاصله 26 في الجرامات ديالو. اخوات ذوقكم نتوما اللي روعه، وحنا الاخوات حنا غير تندير لكم اثمنه رائعه باش كلشي يلبس ذهب وكلشي يلبس وزينه وخزينه كما تنعودكم ديما اخوات. دابا تخبيو الفلوس، ها نتوما واحد الكنز، دابا تخبي شي اخت تخبي فلوسها في هذه المضيمه، هادي ها مضيمه رائعه رائعه، شي حاجه غزاله وش حاجه ذوقيه. نعطيكم الثمن ديال هادي اللي صراحه اخوات لما طلعش اللايف 400 ما غاديش نحط الثمن ديالها، يطلع اللايف 400 في فيسبوك وان شاء الله ندوز لكم نقول لكم الثمن ديالها، واحد الثمن مفاجئ اللي غادي غادي اخوات هادي غادي ياخذوها الناس. عرفت انا الناس تاع الجاليه المغربيه اللي تعجبهم يخبيو فلوسهم وعندهم فلوس في المخده غادي يخبيو فيها فلوس هادي، لانها مضيمه ورائعه ومخدومه ومتقونه، يعني باش تشوفوا الاتقان ديالها شوفوا الاخوات الخدمه كيفاش فيها كيفاش دايره. تقريبا عندها واحد 60 سنه هذه 70 سنه تقريبا مولاتها اللي قالت لي كثر تقريبا خوات بالنسبه لهذيك كثر، يعني اخت فاش شريناها قالت لنا عندي واحد المده وخذتها من عند يقدر عند جد عند امها تورثها وخذتها من جدها اخوات هذه تورثت هذه اخوات اللي خداها غادي ان شاء الله يفوز بها ما شاء الله لك اخوات. انتم شكرا لكم خاتم بنانا سي بنانا ان شاء الله نوري لك، الا كان نشوفك يجي في اللايف نوري لك اخوات. ندوز لكم البلجي، البلجي تبارك الله شوف ما شاء الله هاد السريت هادي كثير
خوات رونق سلعه راقيه وسلعه زوينه وبثمن رائع الاخوات. كاين هذا الموديل رائع الاخوات وثمنه توا مناسب 24 غرام فاصلة 4 24 غرام فاصلة 48 الثمن ديالها 14700 درهم 1470 اورو بالنسبه للاخوات هذه 1470 اورو صحيحه ومتينه وشي حاجه غزاله اختي مرحبا بك اختي فاطمه وقت ما بغيتي تاخذي شي حاجه انا معاك وانا في الخدمه مريم راه في الخدمه ديالكم الاخوات غير سمحوا لنا لان تكون الضغط في الواتساب بعض المرات تكون تاخير شويه في الاجابه المهم تصبروا معنا ونصبروا معكم وان شاء الله لما لا نزيدوا نمره اخرى باش كلشي ان شاء الله كلشي يستافد الميزه ديال الاخوات كي تنقول لكم سير بلاص حاولي تصيفطي ديك الساعه السميه والكنيه والعنوان رقم التليفون ونخليها عليك ان شاء الله الميزه لان الميزه تتكون مره ما تكونش ديما يعني راه شي حاجه تكون عجبك وفي الطي ديالك وفي هذا في الستيل ديالك يعني راه قليل فاش تلقاها اخوات 14700 درهم 1470 اورو 194 مليون 94 الف ريال مليون 94 الف ريال هذا غزاله ومدوبلين وشي حاجه متقونه باش تشوفوا معايا الاخوات نوريكم لي ديطاي ديال السرتلة كيفاش دايره السرتلة تاع الثلاثه لي ديطاي ديالها يعني النقش صح العمل الاتقان كلشي مجموع داب نقي شي حاجه زوينه ورائعه الاخوات بالنسبه لهادو الثمن ديالها 14700 درهم هانتوما الاخوات شي حاجه نبداو لكم بالسريتلا التصويري زينه وخزينه كي تنقول لكم ها الزينه وها الخزينه الاخوات اللي بغات تخبي شي اخت فلوسها تخبيها في هاد السريتلا هادي شوفوا تبارك الله الاتقان والصح والعمل يعني هادي في القياس ديالها قياس 6.4 بقات عندي هادي بقات عندي الاخوات في الصويري 6.4 هادي وحده اللي بقات نحاول ندير لكم ثمن فيها رائع الاخوات فقط 570 درهم الغرام يلاه الاخوات اللي بغيت ياخذ 43 غرام فاصلة 35 فاش تبقى عندي سرتلة ولا جوج تنحاول نكيديهم ونديرهم ثمن زوين وندخل سلعة كثيرة 34.35 مضروبة 570 درهم الأخوات 570 43 عفوا الأخوات 43.35 24700 درهم بالنسبة لهاد السرتلة هادي الصويري 24700 راد كل غرام بشحال اختي 580 570 دابا اللي واصل رادكم عند خمسة خمسة منها شحال ها هما اختي خمسة منها نقول لك خمسة منها 30 غرام فاصلة 65 30 17470 درهم 17470 درهم 1700 و 47 اورو هذه الاخوات خمسه ولكن حسن اذا كانت شي اخت تاخذها بسبعه ولكن هادو راه زويونين ورائعين شي حاجه صح والعمل اللهم بارك وزيد في فيديو اختي فاطمه مرحبا والف مرحبا الله يبارك لكم الاخوات في الرزق ديالكم ان شاء الله يبارك في الصحه ونتمنى لكم تكونوا كلكم بخير رويال الاخوات الرويال تبارك الله الرويال ديما تتكون حاضره معنا في لي لايف الرويال شوف بكره الخدمه كي دايره تاع هاد الرويال هادي هو تاجر كاين اخوات بعض المرات تقول شي اخت خلي لي واحد البياسه تتخلي هادي الرويال تبارك الله خليتها لواحد السيده وما جاتهاش في لاطاي ديالها صراحه رائعه رائعه عجبتها ولكن للاسف انا قلت لها حسن ما تنقصهاش وخدمها لي على القياس ديالها باش نعطيكم لاطاي ديالها باش كلشي يستافد فيها 15 نعطيكم القياس ديالها باش اللي بغات تستافد لان هاد الاخت خليتها لها جات من الفاس ياك مريم هذيك الاخت اللي جات من الفاس وجات وما لقاتهاش في قياسها هاو نعطيكم لاطاي ديالها باش اللي كان في قياسو فيها 22 سنتيم في الطول ديالها بالقفل تقريبا 21 سنتيم الا تسدات الا تسدات هكا تكون فيها تقريبا 21 سنتيم شوف تبارك الله كي داير رائعه 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 الاخوات فقط 590 درهم الغرام هذه الرويال هذه الدوقيه الرائعه 590 درهم الغرام سلام حضور على قبل ديال تحضر واخا اختي ان شاء الله نشوف لك الكاينه انوريها لك في الميزه ان شاء الله تكون ولا في الجديد اللي بغيتي خوات الاثمنه اليوم
رائعين واثمنة العميزات واثمنة لذوقيين ان شاء الله الاخوات الجديد بثمن العميزات كي تنقول لكم وتستافدوا. هذا الشيء هو الاساس هو تستافدوا كل شيء ياخذ الذهب وكذا كذا نعولوا كذا نديروا ديما الاخوات حنا قلنا قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع 31450 درهم تبارك الله ما شاء الله 31450 درهم 3150 اورو 3150 اورو الجرامات الاخوات دقيق هذه فيها 53 غرام فاصله 3 53 غرام فاصله 3 شحال الثمن الرويال اختي الرويال يعني تبارك الله واحد الاخت بقات عندي وحده داتها بقات عندي الكورميت والخاتم ديالو الحلقات الا بغيت العنق نجيبها لك حاليا دابا الرويال تبارك الله واحد الاخت من العيون ياك من العيون ديك السيده اللي خدات اخر رويال خدات واحد الاخت من العيون غنصيفطوها لنيت اليوم تعطيوها تحيه وتقدير اللي تتفرج فينا ديما وتتبعنا اخويا صرت لها ديال 3 شحال تدي 3 اش من 3 خشي بغيتي وانا نوريك واحدين ب 3 زويونين انا ندوز هذه الاخوات 31450 درهم شي حاجه غزال الاخوات شي حاجه يا سلام فضيله يا سلام الاخوات هذه فضيله تذكير غورميت فضيله 21 سنتيم في الطول ديالها 21 22 تقريبا هاد القياسات كاع يجيو مزيانين شي حاجه رائعه واحد الاخت قالت لك بغيت 3 دبابج ها انت اختي انت اختي كاين هادو رائعين هادو العظم شي حاجه زوينه ودقيقين وصحاح هادو 3 32 غرام فاصله 3 الثمن ديالها 18100 درهم 18100 1810 اورو مليون و 162 الف ريال بالنسبه بالريال هذه مليون و 162 الف ريال هيا اختي ريما مرحبا هنا في لحباس في مراكش قصريه السفر اخوات كاع الناس اللي اول مره تلتحقوا بينا مرحبا بكم سفيان عافاك غورميت 20 غرام شحال الثمن ديالها غنقول لك دابا 20 غرام شحال الثمن ديالها 11400 درهم غورميت ليد الا بغيتيها قول لي الطول ديالها وداك الشيء قد لك اللي بغيتي من الجزائر تحيه اختي من الجزائر مرحبا اختي سنة تحيه لك الثمن ديالها 11000 بالنسبه للاخوات عفوا باش ما نغلطش 32 غرام فاصله 3 الثمن ديالها 18700 درهم 1800 1000 غلط في هادو 32 غرام فاصله 3 18400 درهم 1840 اورو 18400 درهم 1840 اورو 100 مليون و 164 الف ريال مليون و 164 الف ريال بالنسبه لهذو الاخوات هذو زوينين عطينا السعر ديال الحزام اليسرى يسرى ولا اليمنى اخوات عطيكم الثمن ديالهم بجوج لان طلع اللايف كثر اخوات هذه المضمه هذه اللي تبارك الرحمن ما شاء الله شي حاجه غزاله شي حاجه متقونه شي حاجه زوونه انا نعطيكم الجرامات ديالها بالتوضيح الاخوات بالتفاصيل هذه صراحه اللي بغاتها تخبي فلوسها انا ما كتبين بها صراحه بهذا الثمن ولكن ماشي مشكل تستاهلوا بقات عندي واحد الفتره هنا غنحاول ندوزها بثمن رائع الاخوات بثمن زوون 18 مليون اونص الاخوات فيها 18 مليون اونص فيها 341 غرام فاصله 6 برطما ديال الاخوات برطما السكن الاقتصادي الاخوات اللي بغي ولكن تبارك الله يعني رائعه رائعه 18 مليون اونص 18 مليون اونص الاخوات الطول ديالها ها كيبانيها عبرت الطول خليني هنا هادشي ها المسطره هي عبرت الطول اخوات بالنسبه للطول راه تزاد وتنقص ما عنديش مشكله البيوت الا كان غير ما تكونش قصيره هذا هو الاساس الا بغيتي قصيره يعني راه تخدمي لها البيوت ديالها ولكن ما يطلعوش بهذيك الخدمه الاولى القديمه واش كاين رادكو لا اختي رادكو ما كايناش حاليا رادكو ما عنديش اخوات عندي كاين هذه تاع هي هذه تاع هي اخوات 50000 درهم هذه تاع المجدود 50000 درهم 5 مليون الاخوات شي حاجه غزاله وصحيحه شوف تبارك الله عطيتكم حتى شحال فيها في الطول ديالها من هنا لهنا تجيب المجدول ممكن المجدول تبدلي اخواتي اللي ما تعجبوش الخضر انا كان احسن اللي فيه الدبي ممكن نبدلو ليه الا بغيتي واحد فيه الدبي يمشي مع اي تكشيطه مع اي لبسه لبستيه هذه الاخوات 50000 درهم رائعه رائعه هذه الاخوات هي راه ميزه واش ميزه 50000 درهم 5 مليون
خمسة المليون بالأورو الأخوات. المهم الناس الأورو 5000 أورو، 5000 أورو هذه الأخوات. غزالة هذه رائعة اللي بغات الأخوات هذه، راه ذوقية. شحال فيها في الطولة مريم هذه؟ واخا ما كملتيش. ندوزو الصويري مترو مترو خمسة أخوات، مترو وخمسة سنتيم هذه فيها. حاولي حاولي تعطي ليا مجموعة صافي صافي. مترو يلاه هذا سير الصابون. هانتوما الأخوات فيها مترو وخمسة بالنسبة لهادي، فيها مترو وخمسة، مترو وخمسة سنتيم. المهم راه فيها البيوتات الزيادة والنقصان، بحال دابا هو البيوتات زيد زيدي وتنقصي فيها. مترو وخمسة الثمن ديالها 18 مليون أونص، بالنسبة للأخوات هادي 18 مليون أونص. رائع رائع. شفتو بك الخدمة الزمانية، خدمة الأولى، خدمة اللي متقونة الأخوات. المهم اللي بغات الأخوات تخبي فلوسها كاين هاد المضمة هادي. هانتوما الأخوات كاين هاد الصويري هذا، بقى عندي واحد في الصويري، عطيتكم لاطاي ديالو، قياس 6 فاصلة. الأخوات دورة كبيرة تبارك الله، الناس متيقوش دورة كبيرة. 6.9، 6.9 أختي. شكرا لك أختي، الله يسر لينا وليكم جميع المسلمين. هادو هما الأخوات، نبداو بقاو 13.5 غرام. الثمن ديال هاد الصويري 7830 درهم، 7830 درهم، 783 أورو، 783 أورو. غزالة هادي، غزالة صراحة اللي خداها غادي يستافد منها. 156600 ريال، 156600. ها انتم الاخوات شي حاجه زوينه، الصويري متقون، شي حاجه رائعه، شي حاجه خدمه زمانيه، خدمه الاولى. الثمن ديالو 7830 درهم، 783 اورو. بالريال الاخوات 156600. عصير الصابون اختي طاح ليا، باتي نجبدو لك اختي مريم. تقلبي على هذوك الغابرين اختي مريم. انا نجبدو لك دابا هذيك تاع عصير الصابون طاحت، قالت لك مريم بغات هذاك عصير الصابون، هذاك اللي طاح. ها هو اختي، ها هو اختي هذاك اللي طاح، غنجبدوه دابا ونوري لك. ها هو شوف تبارك الله الخدمه ديالو كي دايره، مجامع ما بين العصير والرومي والصح والعمل، شي حاجه متقونه الاخوات. لاطاي ديالو حتى هو كبيره، 6.7 في لاطاي. هانتوما الاخوات اونسومبل حليم السلطان، واختي دابا كاينين السلطان بلا حليم. المهم غنشوف ندوز لك اختي حليم السلطان، ندوز ليها بقى معايا. الا كان شي اونسومبل في الميزات ندوزو لك، علاش لا، كاين ميزات زوينين اليوم. 5 مليون اشي اختي لي 5 مليون شي حاجه. كاين هاد عصير الصابون رائع رائع الاخوات، 25.36 غرام، 25.36 غرام. الثمن ديالو 14800 درهم، 1480 أورو، 1480 أورو. مليون مليون الأخوات و 96000 ريال، مليون و 96000 ريال. ولكن تبارك الله غزال، يعني ما تترطاش بزاف، يعني شي حاجة واقفة، شي حاجة متينة وصحيحة. والثمن ديالو 14800 درهم، راه ثمن مناسب مناسب وزينة وخزينة. 14800 درهم، مليون و 96000 ريال بالأورو الأخوات. 1480 أورو، 1480 أورو. أختي وداد تحية لك. أختي ما عرفتيش الأسعار، الناس من الجزائر أخوات اللي تعرفوا أسعار الجزائرية قولوا لها، ما عاد باش يحسبوا ماوش بالأورو ولا بالدينار. الدينار الدينار جزائري. آه أختي اللي تحسب بالدينار تواصلي معاه وقول لك بشحال هاد شحال هاد المضمه اللي عليه من. ها هي اختي هاد المضمه هادي غير بتخبي فلوس، كادي دايره 18 مليون أونص، باش درناها بثمن رائع الاخوات. المهم راه 18 مليون أونص، غزاله غزاله، فيها مترو وخمسه،
وست سنتيم. بالنسبه الاخوات الثمن ديال عصير الصابون 14800 درهم الاخوات، شي حاجه غزاله. لكن الطلباك ديالو هو هذا 4.5، الثمن ديال الباك 2700 درهم، 270 اورو، 54000 ريال. ها هو الاخوات راه عندي لي طاي كلهم في عصير الصابون، كاين غير القياسات كلهم في الخواتم. 74000 ريال، 270 اورو، 2700 درهم. جاوب العماري راه ضروري راسو. شكون اختي العماري؟ واش اللي مع بن كيران الياس العمر؟ انا كنطلع في الله يا اختي ننزل. هو الثمن ديال هذا 2700 درهم. شكون اختي العماري نجاوبه؟ واش عندك شي جوج براسليات ديال ليبرا؟ كاينين اختي كاينين، سرت لها عندي كاع سرت لها ديالهم. الا بغيتي جوج نخليهم لك 2700 درهم، 270 اورو. منين تضحك اللي يصلح فوري معنا 2700 درهم، 270 اورو، 54000 ريال. هذا غزال الاخوات اللي بغاتو سكريني عصير الصابون لاباك ديالو. اللي بغى لاباك بوحدو راه ممكن ياخذو. كاين هذا الاخوات، هذا نباله والخلاله. ها النباله الاخوات خصها الخلاله، نباله زويونه وصحيحه وعمليه. كاين هادي رائع، قياس 6.1 في لاطاي ديالها. خواتي انصومبل خواتي قال لك راه طيحتو الدلاله الذهب في اللايف. واختي لا طيحنا الذهب، راه خصو هو يطلع النيفو. لا طلعنا الذهب هو يطلع با هو يبيع بالثمن اللي بغا ويدير اللي بغا. خوات حنا هنا ما تنديرو كينا، شعارنا هو قليل ومداوم ولا كثير وخطا، يعني البركه وتتعيش والناس يكون شي يستافد. اخوات اللي طيح الذهب راه اخوات هو اللي تيغلي، لان واحد المراه مسكينه جمع واحد البركه تاع مليون ولا جوج مليون ولا ثلاثه، وتجي تشري واحد البركه وتتلقى الثمن بزاف وتتاخذ مسكينه وتتبقي تمل داك الذهب وما باقيش تشري. اخوات حنا تنديروا على البركه قليله والناس تيستافدوا والناس تياخذوا، وهذا هو الاخوات. وقليل ومداوم ولا كثير وقطع، هذا هو الشعار ديالي اختي. مرحبا والف مرحبا، راني جاوبت لك اختي. واخوات جاوبوه حتى نتوما، يعني لا حتى نتوما الا كان عندكم شي ضرر من هذا الشيء، لان ما كانش يعجبكم هاد اللايفات وهذا الشيء، خوات حنا معاكم. 10000 الاخوات فيه 17 غرام، 10500 درهم، 10500 درهم، مليون مليون و 10000 ريال بالنسبه لهاد النباله هادي، مضوبله من الخلف، غزاله، مخدومه، متقونه. شوفوا الاخوات شوفوا الذهب كيفاش داير، يعني الاخوات تشوفوا بعينيكم، يعني شي حاجه اللي متقونه ورائعه. راه جاوبوه صافي اختي بارك عليه. 10500 درهم، مليون و 10000 ريال، 1050 اورو، 1050 اورو. الخاتم الاخوات 2800 درهم، 280 اورو. بالنسبه يجي مع هذا البراسلي هذا رائع رائع، شي حاجه غزاله الاخوات. كل واحد يدير رزقو اختي، هادشي اللي كاين. كاين شي اللي ما شريت تنزل اخوات، حنا معاكم هنا تنضحكو ناشطين وباسطين معاكم. اللي ما شراش اللي ما شراش يتنزل، واللي شرا مرحبا وغيستافد، اللي شرا غيستافد، واللي ما شراش غيتنزل. اخوات حنا ما تنبزو على حتى حد، مرحبا بكم، هذا اعتبروا المحل محلكم وحنا غير نخدموكم. الثمن ديال الاخوات خاتم 2700 درهم، 270 اورو، 54000 ريال. هذا الاخوات راه زويون، راه باك زويون، لي طاي راه كاين كاع في لي باك اللي بغيتو. كاين تبارك الله واحد الكلاش، يا سلام يا سلام الاخوات. شوف هاد الكلاش، هادو كلاش واش مكلاش، يعني غتلبسيهم وغادي يبقاو باينين من البعيد، اراك من بعيد شي حاجه غزاله ورائعه. وانتم صافي بركه على السي العماري، الله يجازيكم بخير، بركه على السي العماري عطيتو. صافي اخوات العماري اليوم غادي تا اختي تنعس، هاد الاخت ولا هاد الاخ غينعس اليوم باكي. بارك على الاخوات، الله يسامح الله يسامح. دابا هو قال وحنا حنا معاه، كان شي عد شي عد قال لك طيحتو الدلاب. اخوات بركه على السي العماري، الله يجازيكم بخير. شحال لويز جاوب خلاص واخا اختي دابا نجاوب انا معاك. لويز داير 340 اورو،
340 اورو 3400 درهم 8 اورو 60 الف ريال لويز قديم حر شي حاجه زوينه حاجه باقيه شي جيبي لك لويزه مريم سيري شي جيبي لويزه مريم سيري جيبي عندي حاجه جيبيها هاد الاخوات فيهم 34 غرام 34 غرام الثمن ديالهم 20400 درهم 20400 درهم الاخوات هذا غزالين هادو رائعين 20400 درهم جوج 8400 درهم الا بغيتو واحد راه ممكن تاخذو سمعه ثلاثه تقريبا يطلع لك واحد 6800 درهم 680 اورو الا بغيتيه بالخاتم ديالو واحد بلا باك ديالو الا بغيتيهم بثلاثه بلا باك يجيو رائعين هو لا باك ديالهم الاخوات هو هذا يجي زوين 1800 درهم الاخوات 180 اورو 1800 درهم 36000 ريال غزالين هذو الاخوات اللي بغاتهم 36000 ريال 36000 ريال 180 اورو 1800 درهم هذو رائعين اللي بغى واحد ياخذو بغى جوج ياخذهم لويز حر اختي هو متى تجيبوا لي من الحاجه ان شاء الله نوري لكم لا ولكن ان شاء الله في هذا اللايف هذا عندكم الاخوات الجديده الجديده الاخوات براسلي اللي بغى البراسلي تاع براسلي ولا باك ديالو براسلي سبعة آلاف وميتين وخمسين درهم سبعة آلاف وميتين وخمسين درهم سبعمية وخمسة سبعمية وخمسة وعشرين أورو سبعة البراسلي الصح والعمل هو لا باك ديالو خوات البراسلي في هذا فيه قياس ستة لطي ستة حداش غرام فاصلة خمسة وستين بيتي عشرة لويزات واخا ان شاء الله نشوف لك اختي زهرة نشوف لك لا بقا من الحجة راه نوريهم لك واش كاين شي انا ان شاء الله نشوف لك اختي كيف لي ميزات باقي ما عرفتش لي ميزات اش فيهم انا نقول لك ان شاء الله اش فيهم شحال جاو عندهم الاخوات هذا 7250 درهم 145 الف ريال 145 الف ريال كاين هذا لاباج هذا 3 غرام فاصلة 2000 3 غرام فاصلة 4 2200 درهم 44 الف ريال 240 اورو 240 اورو ديرنا في التخفيض في العلاقات الكلاش اختي كاين علاقات الكلاش هي اذا بغيتيها دوزي الواتساب دوزي الخاص وندير لك فيها تخفيض ندير لك ثمن زوين البراسلي اختي هذا 4 و 4 و 104 145 الف ريال 145 الف ريال هذا 145 الف ريال بالنسبه لهذا هادي اختي 18 مليون اونص كاينه هادي ب 5 مليون هادو راه فيهم ميزات هادو راه بجوج ميزات هي باش تعرف هادو راه ميزات الاخوات نحاول نوريكم اثمنة رائعة اللي بيخبي فلوسو يخبيهم كاين الاخوات عندي واحد جوج خويت ما زوينين هاد كاين هذا العظم زوين وكاين كاين هذا العظم وهذا فيه الكلاش وفيه الكورميت هادو كاع زوينين وكاين واحد اخر كاين هادو كاع ثلاث لي موديل ما يدخل الغباء الى الاساس هانتوما الاخوات شي حاجه زوونه وشي حاجه دوقيه كاين هذا وكاين هذا وكاين هذا هانتوما الاخوات كاين هادلو زوونين شي حاجه دوقيه شي بقى الحاجه باقي عندها عندها 40 لويزه هاكو جبتنا الخزينه كلها هانتوما الخزينه مفرقه كلها عندي شي اخوات على لويزه هو اللي بغيتو لويز راه كاين المهم اللي بغيتو راه كاين ها هو لويز قديم 21 كار 340 اورو 3400 درهم 68 الف ريال كاين هادو خمسه لويزات كاين الحاجه يقدر اكثر واحد الاخت بغات 10 راه غيكونوا حيت بانوا لي عندها 30 لويزه المهم انا نشوف لك المهم توصل معايا دابا خمسه كاينين هما حاضرين معنا خمسه اللي بغاوهم هما كاينين 3400 درهم 340 اورو اللهم يسر لينا وليكم الاخوات شكرا لكم بزاف مارياج كبير مارياج كبار كاينين اختي يبقى معايا اخوات بالنسبه للويزه راه كاين خمسه واللي باقي الباقي راه نشوف نحاول نشوف واش كاينين نبدا لكم باول خاتم الثمن ديال هاد لاباك هذا 2700 درهم
2900 درهم عفوا 2900 درهم 290 اورو 3900 درهم بالنسبه لهاد الباك هذا نتوما شوفوا معايا 3900 درهم 78000 ريال ولكن طبق الله صحيح وعملي شي حاجه متقونه وش حاجه صحيحه هي باش تعرفوا واحد السيده سولات قالت لك شحال المليون المغربي مقابل الدينار الجزائري قول لها هو 1032 ها انتم الاخوان حاجه زوينه 132400 شنو هو مليون مغربي يا وصل ماشي مشكل حتى الدردور تسولك مسكينه عيال شوف الريح علاش اختي جي مراكش جي مرحبا بك بالنسبه لاخوات هذا 3390 اورو 3900 درهم 78000 ريال بالنسبه لهذا 78000 ريال لاباك هذا رائع وبالنسبه لهذا اللي فيه كاين هذا لاباك هذا حتى هو 3900 درهم 390 اورو 78000 ريال 3000 عندهم الاخوات جوج اختيارات عندك هذا وهذا بنفس الثمن هادو كاع بجوجهم بنفس الثمن 78000 ريال 390 اورو 3900 درهم كاع هادو زوينين كاين هذا توا رائع رائع الخاتم هذا يا سلام هاد الاخوات فيه البزين يعني هكا وفي هاد السميطات هادو زوينين ورائعين السلام عليكم السلام عليكم الله يبارك الحاج الله الله جزاك الخير هانتوما الاخوات تبارك الله الحاجه جابت لنا جابت لنا لويز تبارك الله كاع شي جمع الحاجه هاي ما خير تنين لويز في الله يبارك كاع الناس يسولوا عليه هانتوما الاخوات كاين لويز تبارك الله هانتوما نشوف معايا حامل لويزا تبارك الرحمن هانتوما لويز حمل لويزا كاينه انا حاجه انا بغيت شي وحده كله اللي بغيتها ستي راه لويزا كاينه ستي لويزا كاين اخوات ستي لويزا يعني كاينين تبارك الله اللي بغى 10 5 6 اللي بغى اي لويزا كاينين ها هما الاخوات باش تشوفوهم كيفاش دايرين يعني 21 كار 21 ماشي شي حاجه يعني شي حاجه متقونه مقلبه بوحده بوحده انا اللي قلبتهم يعني فاش خذتهم انا قلبتهم 21 كار شي حاجه متقونه والحاجه تبارك الله عليها راه يعني معروفه باللويز القديم راه تجي باللويز القديم ميزات قدام داكشي زوين هادو الاخوات الثمن ديالهم 68000 ريال 3400 درهم اذا تشوفوا معايا 3400 درهم تبارك الله ما شاء الله اخوات هادو صراحه بغاو شي خيط كحل حنا ركبنا مع الناس ركبوا هاد الاخوات بغات شي خيط كحل طويل تبارك الله يجيو فيها 30 لويزه ولا 40 لويزه يجيو يا سلام غنحاول نديرو في اللايف المقبل الا ما الا خدات شي اخت راه داكشي اللي بغينا ما كانش غندير لكم شي خيط وغادي يجي رائع رائع والاخوات كيف تيبي يستعملوه في شي حلاقه كاين اللي بيستعملوه في شي سلسله كل فاش تيبغي لا احسن ما لا لا تطمن بالنسبه للاخوات كاين هذا هذا الاخوات 3900 درهم كاع هادو تقريبا نفس الثمن فيهم هادو نفس الثمن خواتم نفس الثمن تيبقى الاختيار وكل واحد الاختلاف ديالو كل واحد هادو رائعين 3900 درهم 390 اورو 78000 ريال هادو زوينين نعم ليس هادو كاع رائعين الاخوات اللي بغاتهم سكرينيهم الاخوات ندوزو لي ميزات الا طولنا عليكم ندوزو لي ميزات باش تستافدوا بقى لنا هاد البراسي تاع الكورميت الناس كيما تيلقاوش لاطاي صغيره كاين هذا طاي صغيره وطاي مزيانه 5.5 في لاطاي ديالو وصحيح زوين رائع شي حاجه متقونه فقط 600 درهم الغرام هذا الاخوات فيه 10 غرام فاصلة 3 10 غرام فاصلة 38 الثمن ديالو 6200 درهم 620 اورو 6200 درهم 124 الف ريال 124 الف ريال لاطي ديالو 5.5 جاوبني عفاك على لويز اختي زهرة نقول لي شنو بغيتي شحال من لويزة بغيتي وتواصل مع مريم في الواتساب كان احسن لانه واخا هضرتي معايا فهنا يعني ما غاديش نحاول نعرفك يعني لا تواصلتي في واتساب كتبي لي شحال بغيتي من الويزا واشنو بغيتي ونخليها عليك مريم كبيره اختي كاين عندي مصورين حاولي تواصل مع مريم في الواتساب وغتوريهم لك لان اخوات السلعه اللي موجوده هي تنوز لكم دابا 620 اورو 6200 درهم 124000 ريال غزال هذا الاخوات يا سلام 124000 ريال براسلي رائع على باك ديالو ها هو الاخوات لاباك ديالو لاباك ديالو داير 1900 درهم ها انتم الاخوات لاباك
والخاتم ديالو 1900 درهم، البراسلي 6200 درهم. لا العشرة اختي، لويز العشرة، كاين العشرين وكاين العشرة، العشرة هو اللي تيتمشى بزاف، هو اللي تيديرو الناس لي بوندونتيف تيديروه في جميع لي زارتيكل. المهم هذا تيجي زون. سلام خويا، بغيت واش بصح السلسلة ديال قشور الحوت دار 60000 اونسومبل؟ اختي اونسومبل اللي داير شحال دايره بني اونسومبل تاع قشور الحوت؟ 3000. المهم حاولي توصلي في واتساب وعندك الثمن ديالو اكزاكت، حيت ما عنديش. عندي الاخوات هذا فيه بروموسيون، ها هو 3700 درهم، 74000 ريال، ها هو غزال قشور الحوت. الاخت اللي سوات على الاونسومبل كاين هذا فيه بروموسيون، قشور الحوت راه باقي فيه واحد اللي بقى فيه، لي واحد اللي بقى، هذا الاخوات 74000 ريال هو اللي ورات لي موك في لي برومو. عندك رادكو، الاخوات رادكو ان شاء الله نهار تكون غنوريها لكم. ها انتم الاخوات اللي بيخبي فلوس في هذه الضمه، ها هي راه تبارك الله ما شاء الله مزينه اللايف. ندوز لكم الميزات الاخوات باش ما نطولوش، غنكمل شي براسليات غنوريكم هاد البراسليات فيهم بروموسيون. ها هما هادو فقط 590 درهم الجرام، هادو راه ميزه تاعهم، براسلي رائع. هادو الاخوات براسلي 590 درهم، فيه 14 غرام فاصله 35، 14.35، 590، الثمن ديالو 8450 درهم. اريد 8450 درهم، خوات 8450 درهم. درتي فيهم الثمن حسن، ديري الثمن وكتبي الفرقه باش نعرف. 8450 درهم، 845 اورو. هذا الاخوات راه غزال، هذا براسلي صحيح، براسلي يا سلام تيفاني، شي حاجه غزاله وشي حاجه رائعه. ها هو الاخوات اللي بغاه اسكريني. عندنا براسليت الاخوات كاين مشاربي وكاين تاع لي بول، هما هادو يا سلام، وكاين هذا فيه الحجر، كاع هادو براسليات زوينين رائعين. ها انتم الاخوات شي حاجه جديد، وكاين الكلو، كلو تاع العظم، قاعدو زوينين براسليات رائعين اخوات اللي بغاهم اسكرينيهم. اخوات اللي بغا اي حاجه في هادو اسكرينيها. نعطيكم اول براسلي الثمن ديالو، هذا الاخوات 5100 درهم، غزال هذا صراحه، غادي يلقى اقبال كبير. 5100 درهم 104000 ريال، 5100 درهم 102000 ريال، 5100 درهم 5100 درهم 102000 ريال اخوات، 510 اورو، 104000 ريال، يعني مليون. هادشي في الاخوات راه كتبناه في الواتساب، يعني كتبناه في التحت، مليون استيل بيت 100 هذا 100 اخوات و10 102000 ريال، 102000 ريال 5100 درهم، 510 اورو بالنسبه للبراسلي هذا. كاين هذا تا هو يا سلام مشرابي. اخوات ندوزو لميزة بارطاجيو اللايف، يطلع 200 300، ربطها على 260 طلعوا 400 ولا 300، وندوزو لكم الميزات. يلا بارطاجيو الاخوات، 5 دقائق نزيدو في الجديد وندوزو ان شاء الله الميزات ان شاء الله باذن الله. الثمن ديال هذا الاخوات 6200 درهم، 610 اورو، 124000 ريال، 610 610 اورو، 6100 درهم، 6100 درهم عفوا، 6100 درهم، 122000 ريال، 610 اورو، 6100 درهم، غزال هذا وصحيح وشي حاجة عملية. كاين هذا تاهو زوين ورائع هذا الاخوات. شي قرات الماء مريم صافي، اي حدايا صافي. هذا الاخوات 6500 درهم، 610 اورو، 6500 درهم، 650 اورو. اخوات العياء هو اللي تيخلينا دابا نغلطوا في الاثمنه، يسمحوا لنا ولا كان شي غلط اخوات نصحوا ماشي مشكله. 650 اورو، 6500 درهم، 130000 ريال بالنسبه لهذا البراسلي. هذا كاين هذا الكلو تا
هو يا سلام، هذا ريزينش حاجه زوينه متقونه وصحيحه، قياس صغير 5 اونص اللي ما تلقاوش لي طاي ديالكم، الناس ما تلقاوش لي طاي، هو طاي 5 اونص. شحال فيهم؟ شحال فيهم في الدوره اختي؟ الدوره حاولي توصلي في واتساب سكريني لاختي في اللي عجبك باش ما نطولوش في اللايف، ندوزو للميزات. الميزات زوينين اليوم ما شاء الله. هذا الاخوات 5000 درهم، هذا رائع رائع، هذا بقى مع الاقبال كبير لان ثمن مناسب فيه. شنو هي 5000 درهم وبراسلي موديل جديد وشي حاجه راقيه ب 5000 درهم، 100000 ريال 500 اورو وصحيح وعملي وطاي صغيره 5 ونص اللي ما تلقاوهاش قليله في السوق 5 ونص لا طاي. ندوز دابا اخوات الميزات، نحاولوا ندوزوا الميزات باش ما نطولوش عليكم، ندوزوا الميزة ان شاء الله باذن الله. اول ميزه هي المضمه، غنبدا نهضر في المضمه لان المضمه صراحه خاصها لايف بوحدو. 18 مليون اونص هذه الاخوات، هذه ميزه. واش ميزه تقريبا عندها واحد 70 سنه 80 سنه فوق ما فوق، يعني شي حاجه باقي رائعه الاخوات، يعني شي حاجه متقونه. 18 مليون اونص زينه وخزينه، هذه تخبي فيها فلوسك وتفكريني عليها نهار تبغي تبيعها تاخذي فيها فليسات، يعني ماشي شي حاجه تضيعي فيها. والاساس هو كاين الناس اللي غتفكروا بشي حاجه، كاين الاخوات كاين اللي كانت عند الام ديالها ولا جدها ولا شي حاجه في العائله ديالها تبقى عندك تراثيه. انا ما سخيتش نبيعها ولكن اخوات حان الوقت نبيعوها وتستافدوا منها نتوما، يعني كانت عندي تقريبا واحد الشهر دابا تنقول بيعها ما نبيعهاش خليها، ولكن دابا نحاول نبيعها لكن كاين شي بيزا اللي ما تلقاهاش. هذه الاخوات 18 مليون اونص، مليون 18 مليون اونص، هذه رائعه. ندوزو لكم الاخوات الاول اختيك اللي هو هذا، ثلاث براسيات رائعين زوينين شي حاجه ذوقيه، فقط 520 درهم للغرام. هذو الاخوات هذو ميزه، واش ميزه 520 درهم للغرام، دو زوينين شي حاجه رائعه 23 غرام. وهاد الاخت قالت لي نهار تبان لك شي سريت بحال هكا كندوز ديجا بحال شي وحدين بحال هادو، ها هما اختي ان شاء الله الا كان في الرزق ديالك تاخذهم. 23 غرام 520 درهم، 12000 درهم الاخوات، يعني بالتوصيل ديالهم لا ليفغيزون، لان زاد 50 درهم حنا حاولنا نزيدو 40 درهم، 12000 درهم جاوهم 11960 درهم، 12000 درهم بالثمن التوصيل الاخوات ديالهم، 12000 درهم بالنسبه للمودل الاخرى. اما اللي كان في مراكش راه يجي المحل المحل هذا 12000 درهم، مليون و 40000 ريال، 1000 12000 درهم، 12000 درهم، 12000 درهم 1200 اورو تقريبا، المهم 1200 اورو، 12000 درهم مليون و 40000 ريال. هادو غزالين هادو الاخوات اللي بغاتهم تسكرين، هادو ميزه واش ميزه. هذا قلت له عرفوا هذا من تما عندهم فلان يدخلوا يتبع اخوات. لا 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 كاين الكوفر تبارك الله، كاين الناس اللي عندهم الكوفر حاطين فيهم كثار من المضمه هذه، راه شتي انت هذه المضمه كاين تبارك الله عندهم كوفر اخوات. هذا الخاتم تا هو 21 بليبول رائع رائع، هذا 21 كار غزال هذا صراحه اللي خداه غيتمتع، يعني شي حاجه زوينه وذوقيه. في 11 غرام فاصلة جوج هذا الاخوات 21 كارو، الثمن ديالو 7150 درهم، 7150 درهم، 1000 7150 درهم، 143000 ريال بالنسبة لهذا، 143000 ريال الاخوات. هذا خاتم واش مخاتم، كاين هذا تا هو 21 كارو. هادو راه ما تلقاهمش اختي، يعني خوتي اللي بغاو شي حاجه لبسوها بوحدهم، هادو خويت مات رائع. كاين هذا 7150 درهم الاخوات، 143000 ريال بالنسبه لهذا. شوف كي داير تبارك الله من الخلف 21 كار. كاين هذا الاخوات تا هو نعطيكم الثمن ديالو، هذا يكون الثمن ديالو مناسب. الثمن ديالو 3000 درهم الاخوات، 60000 ريال 300 اورو، هذو ميزة الاخوات 300 اورو 60000 ريال.
عندهم الاخوات لا اللي خدا نقول لك اختي فين كاين العنوان ديالو 3000 درهم 300 اورو 60000 ريال 3000 درهم الاخوات هذا غزالين هذا اخت ماذا 21 اخوات راه قليل فاش لقيت هادو راه ثمن مناسب ماشي بقى عندي في 21 هو الاخ الاخوات الاخوات بيفكركم في يامات حلقه الهلال هادو غيتفكروني يامات هادو الامهات الناس القدام غيتفكروا هذا هو تيقول لهم الهلال حلقه الهلال القدام هادو زمانيين غيفكروك حتى هما بشي حاجه خوات كاين والله ولكن اللي عندي ياخذ هذا الشيء قديم ماشي باش يلبسوا اكثريه الناس يعني تتفكرهم في شي حاجه تتكون عند الام ديالها ولا الجده ديالها ولا الاخت ديالها ولا شي حد في العائله ديالها وتتفكر في الصغر ديالها ولا تتبقى تقول انا بغيت ناخذ هذيك الحاجه بقى فكرني تعطيني دوك الذكريات تعطي واحد الطاقه ايجابيه اخرى والاكثر يتفق معايا في هذه القضيه ديال اخوات الله الا اكثر الكليين تقول لي تقول لي هادو فكروني في العائله ديالي ولا فكروني في الام ديالي ولا الجده ديالي ولا فيهم الاخوات في الجرامات 3 غرام فاصلة 85 3 غرام فاصلة 85 الثمن ديالهم 2100 درهم 42000 ريال هادو زويون 42000 ريال 100 210 اورو 210 اورو الله يبارك فيك اختي حسناء تبارك الله عليكم الاخوات انتم 210 اورو 42000 ريال 2100 درهم هادو غزالين هادو زمانيين قدام شي حاجه زوينه زيد الاخوات نعطيكم نتاعكم ها هو البراسلي هو هاد الكورميت ديال الاخوات تاع لويزا ولكن مسكانيا هادي في العميزات مسكانيا هادي كورميطه رائعه 4.8 2700 درهم 74000 ريال هادي باقا جديده الاخوات باش تعرف يعني باقا نقيه شوبر شي حاجه زوينه ب 74000 54000 ريال 270 اورو 2700 درهم بالنسبه لهاد الكورميطه هادي انا باغي دوك حلقات واختي تواصلي اختي محمد اخوات لي واحد من الاخت ولا اخ حاول تواصلي معايا في الرقم ديالي في الواتساب وصيفطي لها ولا بغيتهم باش تخليهم لك الاخت مريم 2700 درهم 270 اورو بالنسبه لهاد الكورميطه هادي كاين ما يتشاف الاخوات اللي ما خدا هادي ياخذ حاجه اخرى عرض كل اخوات الاس هادي في الميزه تاع هي يا سلام هادي راه كوت الاس نعطيكم الغرامات ديالها 11 غرام فاصله 8 الثمن ديالها 6500 درهم 650 اورو هادي قديمه الاخوات هادي الخدمه الاولى 650 اورو هادي الاخوات 650 اورو 6500 درهم 130000 ريال غوميت لي سباقا زويونه وباقا فيها ما يتلبس 650 اورو 650 اورو 130000 ريال 6500 درهم هادو غزالة هادي هانتوما ماشي ميسنجر اخوات عفوا اخوات الناس اللي بغيو ميسنجر حاولوا دوزو لا كوموند في الواتساب الرقم ديالي لان ميسنجر تيكون فيه الضغط واتساب تنحاولوا نركزوا على الواتساب غادي نحاول نديروا رقم اخر ان شاء الله في اقرب وقت نديروا رقم اخر باش اللي يستافد من شي حاجه يستافد منها ميسنجر يعني لان تيكون الضغط في الواتساب تنحاولوا نركزوا على الواتساب بزاف الرقم ديالي اللي هو 06 66 52 59 91 الناس اللي ميسنجر حاولوا توصلوا في واتساب ولا انستغرام الواتساب لا تاخرنا عليكم واللي جاوا في الانستغرام تنجاوبوا ولكن تيكون شويه كاين تاخير 650 اورو 6500 درهم بالنسبه لهاد الرادكو هادي عندنا الاخوات واحد السنيسه في الميزات يا سلام هادي هي كورميطا غزالة غزالة ندوز لكم هادي وندوز لكم الكورميطا يعني هو تفرق هانتوما يعني كاينه السنيسه هادي رائعه كديرة الاخوات كديرة زوونة وذوقية فيها لي بول كيما تشوف معايا غزالة هادي اختارتها تستفد منها الثمن اخوات فيها 8.2 في الجرامات الثمن ديالها 4000 8.2 4500 درهم 450 اورو 90000 ريال بالنسبه لهذه الاخوات 90000 ريال 450 اورو هذه الاخوات غزاله غزاله رائعه شي حاجه متقونه شي حاجه زوونه شي حاجه ذوقيه انتم كيف تشوفوا معايا 450 اورو 90000 ريال
ممكن تعمل ولا الاخوات شي حاجه زوين. كنا تقول متى تايا في لي بول في هاد الزريزرات من هنا الاخوات 2300 درهم، 230 اورو، 230 اورو 66 الف ريال، 3300 درهم، 3300 درهم. ديال الاخوات غزالة هادي ورائعة. كاين عندنا واحد الخاتم الاخوات كاختي الناس اللي بغاو كاختي تيقول لك بغيت شي حاجة ما منفوخاش. هذا الاخوات راه غليظ، هذا خاتم كاختي غليظ يعني ماشي من داخل خاوي باش تعرفوا. عامر بس تسمعوا يعني الصوت ديالو ما تتكلمش يعني هذا عامر. وطبعا فيها الاخوات كاختي من الداخل باش تعرفوا هذا كاختي فغي يعني ماشي كارتي عادي، فيه النمرة ديالو السيري فيه كلشي. هذا الاخوات كاختي فغي المهم انا غير مشتو، ولكن عندي لكم ثمن مناسب فيه. الثمن ديالو 2700 درهم، 270 اورو، 54 ألف ريال، 54 ألف ريال بالنسبة لهذا، 270 أورو. كاختي صحيح عمليش حاجة زوونة وعريض، 54 ألف ريال أخوات، 270 أورو. ونطبعها فيك كاختي من الداخل، نطبعها لكم باش تعرفوا شكي. عندي واحد البلاصتي تا هو زوون، هذا الأخوات الإكس قياس ديالو، أخوات هادو معطيتكمش القياس ديالهم. هاد ثلاثة هادو المهم باش ندوز لكم لاطاي ديالهم، هادو 520 درهم، هادو ميزة. القياس ديالهم 5.6 ديال الأخوات، 5.9 ولكن 6 فيهم 6 من الداخل 6، هادو قياس 6، هادو لوزتكم قبيلة فقط 520 درهم الغرام. هادو دوزتهم الناس يلتحقوا بينا وندوز لكم الثمن ديالهم. 23 غرام، الثمن ديالهم 12000 درهم. ملي مش حدث في اللايف مليون 40000 ريال اخوات، راه ساعه تبارك الله ما شاء الله يعني دازت دغيا ودازت ممتعه بالحضور ديالكم. 6 سنتيم في هذا، 9.5 غرام، 59 يعني 9.59 غرام، الثمن ديالو 5270 درهم، 5270 درهم، 527 اورو، 527 اورو بالريال اخوات، 105400 درهم بالريال اخوات. هادي مضمه اختي 18 مليون ونص، هادي اختي مجدة، هادي 18 مليون ونص، تبارك الله كدير، رائع الأخوات، يبغى يخبي فلوسو في مضيمة. أو هاد فان كليف الأخوات، ندوز ليكم هاد فان كليف، هدا فان كليف، كاينة هاد السلسلة فان كليف، هاهي رائع، هادي راه فيها لاباك ديالها، وفيها الحلقات ديالها، فيها لونسومبل كامل، خصها غير براسلي، ها الحلقات ديالها، ها السلسلة، ها العلاقة، ها كلشي، يعني هادو رائعين الأخوات، يبغاوهم كاملين، ها الخاتم. فيهم 19 غرام اخوات، هادو زويون، هادو غادي يطيرو، هادو 19 غرام، الثمن ديالهم 10450 درهم. حلقات فيهم، الحلقات ديالهم مع هادو الاخوات، فيهم الخاتم غليظ، فيهم السلسلة حصيرة، وفيهم العلاق، هانتوما الخاتم ديالهم 10450 درهم، مليون و 9000 ريال، 1045 اورو. هادو زويونين اللي بغاو في الميزة، يا سلام، هادو رائعين صراحة، هادو غزالين، شي حاجة متقونة وشي حاجة صحيحة ونطون زينة وخزينة. لونسومبل رائع هذا، خويا عندي واحد لونسومبل تاهو بالحجيرات، ندوز لكم واحد الحلقة بنزينة هما الأخوات اللي بغاهم. ها الحاجة شي أخت بغات هادو تلبسهم، هادو زويون، شو تبارك الله كيبانو رائعين، هادو البلوطة، حلقة البلوطة،
34 غرام الأخوات فاصلة 7، 8 جرام 18500 درهم، 18500 درهم 1850 أورو، 18500 درهم 1,170,000 ريال. صورة الحلقات هادو هادو رائعين، 1,170,000 ريال هادو غزالين شي حاجة. يا سلام، منضمو شحال فيها من غرام؟ عرفت شي عطيك الغرامات ديالها، عطيك الغرامات اختي الا بغيتي تاخدي. هاهي منضمو شحال فيها من غرام، هاهي اختي الاخت سولات فيها 341.6 غرام، 341.6 غرام ديال الاخوات. هاد منضمو هادي فيها 341.6 غرام. عندي واحد الكلو خاتم، عندي واحد الكورميطة اخواتي اللي بقات عندي في الميزات، هاد لون الصومبر نوري ليكم تاو فيه الحجيرات. كاين هاد الكورميطة هو زويون ورائع، شوبار دوبل من الخلف، حاجة زويونة. 6.6 غرام، 8 ديالها 3600 درهم، 360 أورو، 72,000 ريال، 360 أورو. غزالة هادي الأخوات اللي تاخدها في جيدة تاخدها بعد 4500 درهم، هادي باقا نقية باقا جديدة، 360 أورو، 3600 درهم، تجي رائعة. كاين هاد الباك كلو، نعطيكم لاطاي ديالو، هذا تا هو كاختي الأخوات باش تعرف، عندك هاد الباك هو هذا راه كاختي مطبوعة فيهم، هاهي عندك هذا وهداك اللي وريتكم قبيلة ما عرفت فين درتو، فين درتو، نعم طيب هاهو، هادو الأخوات راه بجوجهم كاختي هادو. هادو كاختي مطبوعين شي حاجة زوين. الثمن ديالهم 1800 درهم، بالنسبة للخاتم 1800 درهم، 36,000 ريال، مطبوعة فيه كاختي من هنا الأخوات باش تعرف هانتوما الأخوات، شي حاجة زوينة، شي حاجة رائعة في الميزات هذا. دوزيام قبل ما تختي منقوش التواصل في واتساب باش يقولك مريم امتى تكون ان شاء الله. خوات عندي واحد الاسم نختمو بهذا الاسم، هذا اللي كانت شي اخت سميتها خولة، اليوم هذا هو الزهر ديالها، سلسلة في ليميزات خولة. هاي هو الاخوات اسم خولة اللي حاضرة معنا في اللايف، خولة تستافد من هادي فقط 540 درهم الجرام. هاي ميميزة، واش ميميزة؟ ولا ما كانش بارطاجيو الخولة، شي خولة كاع عندكم في العائلة ولا اخت ديالكم ولا هذا، بارطاجيو لها اللايف باش تشوف خولة، اسم خولة 540 درهم. هاد الخوات 2250 درهم، 45,000 ريال. غزالة غزالة وصحيحة ومتقونة، وشوفوا البلاكات تبارك الله صحيحة ديالها، والجرامات تاعي تبارك الله زوونة، 4.2 يعني زوونة، الثمن ديالها تا هو زوون، 45,000 ريال، 225 أورو. هانتوما الاخوات يعني ما سخيناش بكم، ولكن تتوصلوا على الفطره صافي الانسان تيتقاضى. انا الاخوات شكرا لكم بزاف، ما تسخاوش باللايفات ديالكم الاخوات، ما تسخاوش بكم بالكومونتير الرائعين اللي تحفزونا، حاولوا تبارطاجوا اللايف واخا يكمل، بارطاجوه ديما مع الاصدقاء والعائله، وخليونا كومونتير رائع الاخوات، والناس اللي ما خداش معنا الاخوات يحاول ياخذ ويستافد من الميزات المنظمه الرائعه الاخوات. عنوان هذا اللايف هو المنظمه ميزه زينه وخزينه، شي حاجه غزاله، 18 مليون اونص، وان شاء الله تكون محظوظين منها الاخوات، لانها تلقى اقبال كبير، لان ثمنها زويون بالنسبه للعبار، الطول ديالها فيها فحال متر و5 الاخوات. اللي بغى اي حاجه يتواصل في الواتساب، الرقم ديالنا اللي هو 06 66 52 59. شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم، شكرا لكم على البارطاج ديالكم، شكرا لكم على الدعم ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.